كان فريق يلعب في الوسط، يا فوز يا خسارة يقول لك في 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 ظل النقاط الثلاث، يا فوز يا خسارة، لا للتعادل. اليوم يسجل تعادل الثالث من أصل أربع مباريات. إسماعيل، الله، قد تكون السعادة عائدة من ملعب الفريق المتكامل. الوحدة يسجل أول أهدافه في آخر ربع ساعة، ويقول المركز الأخير إشاعة أصحاب السعادة في آخر ربع ساعة يعودون للمباراة ويريدون أن يقولوا وأن يرددوا: الكبير لا يصحو إلا على كبير، كما أوقفتمونا يا جوارح في انطلاقاتنا السابقة، ها نحن نوقفكم في هذا المساء. الوحدة يسجل في أصعب الظروف وأسوأ الظروف، العنابي يتقدم بهدف مقابل لا شيء. ياه كرة من عيسى سانتو، من عيسى مسعود إلى الشحي، الشحي حطها وسجل هدف. والله أحلى مليون مرة من الشربيني، أحلى مليون مرة، مع كامل احترامي وتقديري.